السلام عليكم. مدرب السياقة بلغازي شعيب. التوازن في الطريق ومعرفة أبعاد السيارة. أولا لازم يتوفروا شرطين وعنصرين. الشرط الأول وهو السيارة. الناس غافلين ما تفهموش بلا راه السيارة عندها واحد الدور مهم، بالخصوص إذا كانوا الميكانيزمات الخارجيين في حالة غير جيدة، ابتداء من لي زامورتيسور الى اخر ميكانيزم، لان في هذه الحاله واخا دير مجهود باش تبقى في المسار الصحيح، دائما السياره غادي تجرك لشي اتجاه، بالخصوص اذا استعملتي الفران في هذه الحاله كونوا على يقين غادي تجركم السياره، وراه غادي تعرفوا هذا الشيء مع المده. كذلك العجلات، اذا كانت شي عجله عوجه كونوا على يقين ان السياره دائما غادي تجركم لشي جهه، وغادي توليو غاديين في الطريق وتديروا مجهود باش ترجعوها للمسار الصحيح. الشرط الثاني وهو السائق. السائق الى في حاله الى كان تعلم بطريقه خطا، يبقى دائما الجسم ديالو متحجر، والطريقه باش تيشد الفولو تيشدها بطريقه قاسحه، يعني تيكون مزير يديه على الفولو وما تيشدش المسار الصحيح، وتيدوخ ما تيوليش عارف الابعاد. الابعاد ديال السياره تنعرفهم بالطريقه ديال تدوير الفولون، غادي نشرحها من بعد في درس عملي. العنصر الاول وهو الطريقه ديال وضع اليدين وكيفيه تحريك المقود الفولون، لان الناس تيخطئوا تيحطوا بطريقه خاطئه يديهم على الفولون، وهنا تيولي عندهم مشكل. انا غادي نديرها في درس عملي فاش نكمل التقديم. العنصر الثاني وهو الرؤيه. الرؤيه كيوريوكم في التعلام واحد المؤشر ديال السويغلاس، ها هو هادي اللي قدامنا، تتبقاو غاديين به شادين به الطريق باش تبقاو في المسار الصحيح. هذا المؤشر هذا اكل عليه الدهر وشارب، لان ما يبقاش خصني نبقى حاضي، لان هذا ممكن نخدمه في المراحل ديال الامتحان، ولكن في الطريق دائما خصني نشوف بعيد، لان خص الرؤيه تكون الرؤيه حد الاقصى ديال البصر، لان الا شتي واحد 40 متر ولا 50 متر هذا هو الجهد، دائما ما غاديش تشد المسار الصحيح. اذا بغيت ناخذ الطريق ونكون في المسار الصحيح، الحد الاقصى ديال البصر والطريقه ديال وضع اليدين وتحريك المقود. معلومة أخرى وهو السائقين المبتدئين فاش يكون غادي تيسهى وتبقى ضغط على الأكسيليغاتور وتولي تيدير السرعة أكثر من الجهد ديالو. مثلا الجهد ديالو هو غادي يمشي بستين ولا سبعين وهو غادي يشد المية، فهاد اللحظة هادي راه ميمكنش يكون عندك التوازن، لأن ما دخلتيش العالم ديال الاحتراف، خصني نمشي على قد الجهد ديالي، وفي هاد اللحظة هادي ممكن تهرب لك السيارة وتولي في مشكل. إذا إلا حسيت بالسيارة ما بقاتش ديالي، بمعنى أنني ما بقيتش محكم فيها، فهاد اللحظة هذه كنحيد رجلي مباشرة على الأكسيراتور ونعود التقييم باش السيارة تمشي في المسار الصحيح، لأن اليدين تيكونوا مخدرين، يعني تيكونوا مزيرين وتتخدروا، فاش تبغي تحيد يديك على الفولو ما تتقدرش، لأن خص اليدين يتمتعوا بالمرونة باش الابعاد ديال السياره يجوني سهلين، لان السياره تيقول لك خصني نعرف الابعاد ديالها. الابعاد ديال السياره تتعرفهم مع المده، والحل وهو طريقه ديال وضع اليدين وطريقه تحريك الفولو، لان خصها تكون مرونه. راه ممكن تسوق طوموبيل صغيره ولا تسوق كبيره بسرعه الجسم ديالك تتاقلم معها، لان خص انت تقمص هذيك السياره اللي ركبتي فيها، ما تتوليش تقول انا داخل وسط السياره، انت تقول انا هو السياره، يعني الجناح الايمن هو الكتف ديالك ديال اليمين، والجناح الايسر هو الكتف ديالك ديال اليسر. اذا هذه الطريقه باش نعرف الابعاد، وخص يدي يتمتعوا بالمرونه باش نعرف نبعد على الخطر. اذا غادي نوريكم درس عملي كيفاش تتعاملوا مع توازن في الطريق ومعرفة الأبعاد. شوفوا هذاك المؤشر الأصفر اللي حطيت فوق الفونو هو اللي غادي يوري لكم شحال خصني ندور
مثلا الجهه ديال اليمين ولا الجهه ديال اليسار باش السياره تكون دائما غاديه في المسار الصحيح. نمروا الان لدرس عملي. كما قلت لكم الطريقه باش نحط يدي على الفونو هذه الطريقه السليمه متوازين، لان اليد اليمنيه تعطي اليد اليسريه اكثريتي. واحد الكلام، واحد المعلومه شائعه تيقولك لا حط مع 11 12 ربع 9 قسمين 10، هذا كلام فارغ، لان المبتدئ فاش يحط يدي بهذه الطريقه وتتكون اليد مثلا كما تيقولوا في ربع تيجر الجهه ديال اليمين وتتولي السياره غالبه عليه. كذلك الى حط بهذه الطريقه هذه تيولي تيجر الجهه ديال اليسار. اذا من الاحسن نحط الطريقه، وهذه هي الطريقه الصحيحه والسليمه، اليد اليمنيه تعطي اليسريه وتيكون التوازن. مثلا فاش نكون غادي وبغيت نهرب على واحد الخطر، مثلا سياره دراجه قدامي، انا غادي ندير تجربه، درت هاد الاعمده هادو باش نوري لكم القياس، لان الفونو قد ما كان ساكن يعني زاقي في المكان ديالو السياره تتمشي، لان شي سائقين بعد المبتدئين السذاجه ديالهم والحسنيه ديالهم تيشو تيتم غادي تيبدا يدير الفونو هذا. راه فاش نسولو تنقول تيقولك لا راه هكا تتحرك، لا حيت تيشوفوا دابا مثلا في السينما تيبداو يحركوا هذاك، راه على الاستوديو تيبينوا لكم بلا راه سايقين، وما راه الفونو خصها تكون زاقيه يعني ساكنه في المكان ديالها. ولا بغيت نهرب على شي حاجه تنهرب بواحد الطريقه بسيطه بالملي، لان الا درت كود فونو عارف راسي راه غادي نقلب راسي ولا تهرب ليا السياره. الا بغيت نهرب على شي حاجه قد ما كان الخطر بعيد عليا تنحرك غير بشويه، مثلا كاع الا قربت لي تنحرك بهذه الطريقه. انا غادي ندير معكم تجربه باش تعرفوا. مثلا فاش تكون جاي قرب دابا لهذا الخطر، شوفوا شوفوا الفونو شحال غادي تتحرك، تتحرك غير بهاد الشويه. وفاش تنبغي نرجع ما ترجعش كثر، ترجع داكشي اللي دورت، داكشي اللي دورت هو اللي ترجع. مثلا عندي خطر في الجهه ديال اليسار قربت ليه بهذا الشكل هذا، مثلا بهذا الشكل قريب بغيت نهرب عليه، شو شحال غادي ندور، تندور بهذه الطريقه وترجع المكان فين كان الفونو، ما ترجعش كثر. ماشي مثلا بغيت نهرب دابا الجهه ديال اللي كان ندور بحال هكا، فاش نبغي نرجع نرجع راه غادي تمشي ليا السياره. دورت مثلا جوج سنتيم ترجع جوج سنتيم وتنبقى في المسار ديالي، دورت جوج سنتيم الجهه ديال اليسار كنرجع داك جوج سنتيم باش تبقى الفونو دائما نيشان، وتنتعامل مع الحاله كانت بعيده عليا راه تندور غير بشويه، لان السرعه تتلعب دور. كانت غاديه السياره ثقيله واخا تندور واحد الشويه تندور وكنرجع الفونو للمكان ديالو كما كان. الان غادي نمر معكم كيفاش نبقى غادي في المسار ديالي الصحيح. مثلا الطريق فاش تكون مقسومه بخط متصل، يعني تتكون الطريق تدي وتتجيب، الطريق اللي غادي فيها انا كان كذلك كنقسمها على جوج، وتنبقى شاد اليمين ديالي وكنمشي في هذاك المسار وتنشوف هنا القدام، ما تنشوفش هذاك المؤشر اللي قلت لكم ديال السويكلاس، لان خصني نشوف بعيد بحال الشكل ديال مثلا نشبهها لكم. مثلا الى شد واحد المصباح هذاك البيب الى شعلته وضويت به حدا رجلي تيدور واحد المساحه صغيره، ولكن الى ضويت به القدام يعني تيضوي مساحه كبيره لقدام. اذا هكا خصهم يخدموا العينين، دائما كنشوف بعيد وكنبقى غادي في المسار. غادي نديروا دابا تجربه عمليه، ما كنشوفش المؤشر. مثلا انا فين تنشوف، تنشوف هذوك العمارات اللي كاين لقدام باش الرؤيه تشتت، وتنشوف المحيط ديال الطريق اللي على اليمين وعلى اليسار شكون اللي جاي شكون اللي غادي باش تكون قراءه شامله وتنعرف الاتجاه. مثلا دابا مثلا انا غادي في الجهه ديال اليمين، الوسط ديال هذه الجهه ديال اليمين تتكون مقوده معايا يعني مقاده معايا في البصر، يعني البصر تنشوف يكون مقاد. إذن هذه الطريقة. مثلا نشوفوا الفونو كيفاش غادي، اليدين تيكونوا ساكنين ما تنبقاش نحرك، لأن إلا بديت تلعب ودفعت الفونو مثلا بهذه الطريقة هذه، لأن كي تيشد الفونو كو تيدفعها تتولي الفونو قاسحة وما تيبقاش محكم فيها. شوفوا الطريقة كيفاش ندور أنا الفونو، ما تندورش بواحد المجهود ولا بسرعة، تندور غير بالشوية
مثلا انا غادي نمشي لقدام، شوفوا الفولو كيفاش تتحرك. دابا هي ستابل، هي دابا زاكيه ما تتحركش. مثلا مشات للجهه ديال اليمين، كنرجع كما قلت لكم عاب بهذا الشكل هذا، مش نحركها بجوج سنتيم ولا ان سنتيمتر، كندورش بسرعه. مشات للجهه ديال اليسار، كندور بهذا الشكل هذا، والسياره تتبقى في المسار الصحيح، وكنمشي كما قلت لكم على الجهد ديالي، يعني ما نجريش اكثر من الجهد ديالي، لان جريت غادي تولي السياره غالبه عليا. نعاود التجربه، مثلا هربت ليا الجهه ديال اليمين، شوفوا شحال غادي ندور، ما تتبانش بلا الفولو كاع تتحرك. مشات للجهه ديال اليسار، كندور بهذا الشكل هكا باش تنعرف الابعاد، ماشي تنعرف الابعاد بشي حاجه اخرى. كما قلت لكم تتقمص هذيك الصيه اللي راك فيها، واليدين خصو يكونوا مرنين، يعني قد ما كانوا كانت فيهم المرونه راه تولي محكم في السياره. الا كانوا قاسحين راه الابعاد غادي يجيوك واعرين. اذا الطريقه باش نحرك خص اليدين يكون فيهم المرونه، وكنحرك الفونو غير بالشويه. اذا هذه الطريقه باش يكون التوازن والابعاد ديال السياره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.